بصوا بقى يا جدعان، انا قلت اوريكم حته اكله بعشقها، بقالي كتير بتحايل على ماما تعملها. دي حاجه بقى اسمها كوبيبه، رز ولحمه مفرومه وبتخلطوا ببعض، بس طعمها حاجه خرافيه. انا بقالي كتير بعاني عشان تعملها، وعامله بقى معاها فراخ. طبعا الفراخ اليومين دول بقت من الممنوعات. انا حاسس ان اللي بقى يجيب فراخ في البيت بقى مبذر، صح؟ تليفون بس مش وقته خالص. انا يعني الشوربة بقى لازم الليمونة، بصوا يا جدعان الكوبيبة، مع اني ما بحبش اكل بايدي، بس عشان اوريكم بجد طعمها حاجة خيال. انا بعشقها، بس في ناس كتير اوي ما تعرفهاش. في ناس بتعملها بالرز والخلطه بتاعتها بس، وفي ناس بتحط عليها لحمه مفرومه، بس انا بحبها من غير لحمه مفرومه، بتبقى خفيفه وجامده. بجد نفسي ادوقكم، اقسم برب العزه. الاكله دي انا بعشقها من صغري. ممكن نمسك دي كده، طب اطلب. خلينا نحط حتة فرقة على حتة كوبيبة، واظبط اظبط. الفرخة دي لو بتتكلم عن اتنين، نعمل دي كده زي الساندوتش. الفرخة صغيرة اللي فاضلة ونعملها زي السندوتش بتاعها. هبقى انزل لكم فيديو اقول لكم الكوبيبه بتتعمل فيها ازاي بالظبط. بجد مش هتبطلوا تاكلوها يا جدعان، حاجه خيال علمي. ما حبيتش اجي لكم الفيديو وانا ايه في الرغوصه دي.